جبت لك ايه؟ المكنه اللي بتشيل شعر المناخير. بقول لك مفاجاه يا جدع، مفاجاه. يا عم ايه هي؟ تليفون اخوك وعنوان شغله. تتكلم بجد؟ يا فرج الله، والله ما مصدق، والله العظيم ما مصدق، ما مصدق. ايه اللي انت عملت ده بس؟ على المهم ما تقلقش، انا حافظه. المعلومات اللي انا جايبها دي جايبها من واحد صاحبي سواق عند واحد لواء جامد قوي في الداخليه. اخوك اسمه فواز الخبيري، رجل اعمال جامد قوي، عايش في دبي او في الامارات، انا مش متاكد. نعم. على العموم الف الف مبروك يا فوزي. الله يبارك فيك يا صاحبي. بس ما تنساناش بقى فوزي. يا جدع عيب انساكوا ايه؟ ده انا همحيكوا من ذاكرتي. عيب عليك يا جدع. يا جدع عيب ايه؟ تحرقوا بجد كده يا فوزي؟ انت صدقت؟ يلا ده انتوا اخواتي، انا خلاص هعمل الشريط اللي بحلم بيه وهعدي. يبقى تدفع الفلوس اللي عليك يا فوزي طالما عديت. انت كنت سامعنا من الاول؟ اه. فلوسك هتاخدها على الجزمه. جزمه صندل بس هاتها. معاك تليفون؟ معايا. بيكلم محافظات ولا لا عشان اكلم دبي؟ بيتكلم. ايه التليفون الحقير ده؟ ده تلاقي اخويا في دبي مديلي الكلب بتاعه. حافظ النمره؟ ايوه فنان. اخلص. اخويا وحشني وحشني وحشني. اتفضل عند ليه. مرحبا. حد رد؟ لا انا بجرب عشان لو رد، بس هو حاليا بيرن 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 بيرن. الو سوري، لا انا مديرة اعماله. الخدامة يعني. اجري يا بنت قولي لسيدك فواز بيه ان اخوه سيدك فوزي بيه بيكلمه من الدقي. اه اقول اسمك؟ اه يا ريت. والنبي اخليها بعدين. بنجوا الغزاله اللي هيصطادها وكتفوها، خلوه يصطادها، خلونا نخلص بقى في اليوم ده. يلا يا جو. نعم. جبت الغزاله اللي هصيدها؟ جبنا غزالتين سعادتك ومدربين على الصيد. اوكي. صبتها. انا شايف الغزاله طاحت وماتت يا جو. ماتت وشبعت موت يا فندم. لكن ليه انا اتخيل انها تتحرك شوي؟ دي حلاوه الروح يا فندم. اه والله المره هذه في القلب عشان ما تتحرك. هلا هلا يا فواز. هلا هلا يا فواز. Good morning مستر فواز. ايش فيك يا جمانه؟ مستر فواز تليفون مهم لحضرتك من واحد بيقول انه من الدقي، بيقول انه اخو حضرتك. ايش دقي وايش يا اخوي؟ انا مالي اخو. الو الو يا فواز. يا حبيبي انا اخوك فوزي. انا هبكي فواز، والله هبكي. انصحك ما تتكلم مره ثانيه. هاي انت ما تدري ايش في يدي. اها طلقه واحده ما تلاقي ودانك ولا نفوخك. ايه يا فواز الاصوات الكتير دي يا حبيبي؟ انت بتكح؟ لا خد بالك من نفسك. اه ايه؟ لا 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 المبلغ مش كبير تافه. الولد السواق انا كنت في المصيف ففاضل له كام شهر من مرتبه. ما فكرتنيش ليه في المصيف؟ ما انت عارف مكان المصيف. ايوه اوكي ابعتهم كلهم او الباقي ياخدوه اهله غلابه فقر. اه اه طب يا حبيبي اسبوع. اوكي اوكي باي حبي. باي باي. اسبوع فلوسك تبقى عندك على الجزمه. نستحمل اسبوع. هات الموبايل. طب ما تخليه معايا واجيبه لك مع الفلوس. اقول لك هات الموبايل. خد يا رب الشبكه تفرقع في وشك. طبعا يا ابو الفوز اخوك فرحان موت انك كلمته. اكيد يا ابني ده الدم بيحن. اه الدم بيحن لدرجه انه قفل السكه في وشي. شفت؟ ما قلت لك الدم بيحن؟ بقول لك يا فوزي إيه؟ احنا ممكن نحاول نجيب نمرته ونتصل بيه. ايه ناقصه غباوه؟ ما هو خد التليفون ومشي. الحل الوحيد يا فوزي انك تسافر له. اه سافر له، شايف حق التذكره في جيبي والفيزا وكله تمام. اعمل ايه يا ربي؟ بصوا يا جماعه انا هفكر في البيت واكل الاكل دوت، ربنا يسهلها ان شاء الله. محرج قوي يا جماعه بصراحه، محرج. اول مره استلم فلوس بصراحه، وانت عارفين شعوري فنان مختلف عن الحيوانات اللي زيكم صح؟ بس انت مالك بس؟ الام من ايه؟ ولا الام ولا حاجه. انا هقول انا عايز فلوس اروح لاخويا فواز في دبي. فيها ايه؟ مش هيحرجني صح؟ عادي. لا انا متوتر متوتر بصراحه. لا فوزي ده خالك وخال والد. لا اصل هو بصراحه مش خالي لازم، يعني هو امي ولاد خاله، فده يعتبر خالي؟ ايوه طبعا ده كده يبقى خالك لازم. طب الحمد لله. خير انا متفائل والله متفائل. بقول لك ايه، اطلب ال 4000 بتوع التذكره ولا اطلب 76 عشان لو نزلهم شويه اخد 500 جنيه وما بقاش خدت اللي انا عايزه. يا عم ده خالك، خليك جريء جريء. ايه يا عم الجريء؟ يا خرابي فوزي. انا مش فوزي، انا مختار. تصرف جنيه في اسبوع يا ابني الكلب؟ ليه؟ بعمل ايه انا عشان تصرف جنيه في اسبوع؟ ايه ده؟ خش يا قلبي. انت خايف من دول ايه؟ انا خايف من
جبتي يا خال ايه اللي انا شايفه ده؟ الواد صرف كده في اسبوع يا فوزي، صرف كده في اسبوع يا فوزي، صرف كده في اسبوع. ما دي التربيه البايظه، لو كانت اللمبه المحروقه دي ربته ما كانش جرى اللي جرى. اكيد بيشرب سجاير، انا اروح اشوف مين شرب نص سجاير. خد يا انت عايز ايه؟ انت مش امك بقى دي جاد وخلاص تمنعها. انا عارف ان امي ماتت، انا عارف، بس انا قلت يعني بيقولوا الخال والد، قلت يمكن يمكن. انت مش من اي حد، مش من اي حد. انا ماليش غيرك يا خال. امال عايز ايه؟ عايز بصراحه، عايز قول لي الحقيقه، عايز ايه بصراحه؟ انا عايز 4000 جنيه اقطع تذكره واروح دبي. انت بتستخبى يا يالا؟ ده في ناس كتير قوي جوه. انت بتستخبى يا يالا وعايز تروح دبي؟ اول مره انا هديك يا ابو صاحبي. عايز تروح دبي؟ دبي يا خالي دبي. انا هوديك دبي. طب اسلم على مرات خالي. لا هوديك دبي من الاول. بس دبي مش من هنا. والله هتوحشنا يا فوزي. والله انا اللي كل حاجه هتوحشت يا محروس. بس انا ما كنتش اتوقع ان انت تبيع موتوسيكل اللي حيلتك عشان تجيب لي تذكره الطيران. ما تقولش كده يا جدع، ده احنا اخوات. وغيرت لك يا عم 50 دولار موجودين عندك في الباسبور. ربنا يخليك حبيبي. مفاجاه مفاجاه فوزي. الجمعيه اللي كنت عاملها عشان اظبط اجهزه الصوت بتاعتي. حلال عليك يا عم. يا جدعان لو ليه اخوات مش هيعملوا اللي انتوا عملتوه. انا بقى نفسي اوصيكم وصيه، كل يوم تيجوا تسقوا الزرع. ما تعرفوش الزرع بالنسبه للفنان ايه. احتياج الزرع للفنان زي احتياج الشوربه للحبان بالظبط. ارجوكم تيجوا تسقوا كل يوم. طب ايدك على المفتاح بقى عشان نسقيه. مفتاح ايه؟ مفتاح الشقه. لا انا ما بحبش حد يدخل البيت وانا مش موجود، وانا ما بحبش الزرع اصلا. انا عمري ما بحب الزرع. يلا يلا. توحشوني والله. سلام يا فوزي حبيبي. بقول لك يا فوزي، ولا اول ما توصل دبي شوف لي اي شغلانه في شركه ادويه، لان المصنع اللي انا فيه بيتلك. شغلانه ايه ده؟ انا خليك صاحب شركه ادويه حبيبي. فوزي انا عايز اطلب منك طلب صغير. عيوني عارف مايكات وعده الدي جي، خليك ملك. لا لا بالنسبه للجمعيه اللي انا اديتها لك فوق. أوه. كنت محتاج منها 200 جنيه بس عشان امي سالفه فلوس من خالتي. لا لا طالما سالف لا، وبعدين اللي انت كتبتهولي كتير بصراحه. سلم لي على الحاجه خليها تدعي لي. ها معلش في 500 عشان المصاريف بتاع اولاد اختي اطفال. فوزي على اطفال لازم يتعلموا، لازم يتعلموا. اتفضل يا عمي ربنا معاهم. الله فوزي معلش انا في 125 عشان انا محكوم بمعاد شحن المحمول بتاعي. خد الساعه بتاعتي. لا لا خد الساعه. هي دي المفاجاه، هي دي المفاجاه اللي انت عاملها لي. فوق على دي صداقه. انا عايز اقول لك حاجه، اي حد يطلبني في فرح في حفله انا ما سبتش البلد. ها انا رايح رحله عليك في ساحل العاج. اتفقنا؟ اه جدعان جبت التوك توك. طبعا عند ليه بتفضل. وده كفينا احنا الثلاثه. مش ده فوزي ده سواق التوك توك اهو. اغسل لا مؤاخذه سواق ايه ونيلة ايه؟ تعمل التوك توك على قدك، امال الزباين تركب فين يا عم؟ اتاخر شويه. حرق اسود ومنيل. باي باي يا مات. باي باي يا مات. يا عم مش عارف تركب اتاخر يا اسطى. Good morning, Mr. فواز. Good morning. الموظفين مستر فواز يبغوني قدموا التعازي لحضرتك عشان الذكرى السنوية لوفاة المرحومة زوجتك. سندس زوجتي الحبيبة أمي زين، والله تركتيني وحشتيني وحشتيني. وراي يا شباب عزم الله أجركم. يا لها باللي لها الخافق يهلي هلي من الفرح وروحي بات هلي هلي الا شفته ولو في النفس ضيقه ضيقه تفرج كل همي واضمحلي حلي رفيع الشان عن ضرب الدنايا نايا واللي وعد بوعده ما